شراء كساء جديد من أهم مظاهر فرحة العيد. لم يكن ضعف القوة الشرائية للمواطن اليمني عائقاً أمام إدخال الفرحة في قلوب أطفاله. المواطنون في محافظة أبين كغيرها من محافظات الوطن وجدوا ضالتهم في المولات التجارية المخفضة في ظل ارتفاع أسعار الملابس إلى الضعف في الكثير من المحال التجارية وبيعها بالعملات الصعبة. والله حصلنا بعض الاسعار والله حلوه. انا بذمن لكم بالمحلات التجاريه انا بسعر اللي ب 100 ريال سعودي حصلنا بالاسعار التخفيضات انا انسب كثير من لما تكون الاسعار التجاريه. الارتياح باد في محيى المواطنين لافتتاح المجمعات والمولات التجاريه المخفضه، ويعد الإقبال المتزايد مؤشرا على ذلك، حيث تتناسب الأسعار مع الدخل المحدود للمواطنين وانخفاض المرتبات إلى الحد الذي لا يتلائم مع فقدان العملة لقيمتها 4 أضعاف خلال سنوات الحرب. في المحلات التجارية هذه الآن اللي تم افتتاحها إنجاز غير عادي للمواطن صاحب الدخل البسيط، لأن فيها تخفيضات بمبالغ تساعده في يعني خلي راتبه يقدر يجيب في كسى لأولاده، بينما ما لاحظناه في المحلات التجارية الأخرى سعر البدلة للطفل صغير وصلت إلى 100 ريال سعودي، وهذا سبب انعكاس غير عادل للمواطن وغير قادر على أنه الشراء. مقارنة المواطن بين أسعار المحلات التجارية والمراكز المخفضة تدفعه إلى شراء من الأخيرة لتأمين كسوة العيد له ولأطفاله وبأسعار تناسب قدرته الشرائية رغم الجودة الضعيفة للملابس. مراكز التجارية نوجد أن في رخص أكثر من الأسواق المحلية، فلذلك في رخص للأطفال والرجال والنساء بقيمة يعني حلوة جداً، من 3800، من 4000، من 5000، غير المحلات التجارية. تشجيع المبادرات المتمثلة في إنشاء المراكز التجارية المخفضة يظل مطلب الكثير من المواطنين، حيث يخلق تنافسا في الأسعار يصب في خدمة المتسوقين وينهي حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار لتجار بعينهم. وفي المحصلة التخفيف من أعباء كسوة العيد التي أثقلت كاهل الكثير من أولياء الأمور ورسم الابتسامة في محيا أطفال بعمر الزهور.